فقال جل في علاه: وما محمد إلا رسول. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. اسمع بالله عليك، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. بعثه الله جل في علاه رحمة لهذه الأمة، رحمة للعالمين، فلا يذكر الله إلا واسم محمد معه صلى عليه الله. تصدع المآذن في كل يوم خمس مرات بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكرك، فما من بيت إلا ودخلته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى مولده بالله عليك، جئتكم بالعجب العجاب. اسمع، رعاك الله. تقول آمنة أمه، قالت: والله إن لابني هذا لشأنا. قالت: إني حملت به وما وجدت أخف ولا أبرك من حمله. تقول آمنة: لما وضعت محمدا، لما نزل من بطن أمه، تقول: خرج معه نور أضاءت له أعناق الإبل ببصرى والشام. رسولكم لما نزل من بطن أمه أنارت بلاد الشام كلها. تقول آمنة: فما وقع كما يقع الصبيان؟ تقول: ما وقع كما يقع الصبيان؟ تقول: وقع من بطني ويديه على الأرض هكذا، ورأسه إلى السماء، أثبت العلو في أول لحظات حياته، وهذا رد على المعطلة صلى عليه الله. عند الحاكم بإسناد حسن كالشمس أن يهوديا من العباد دخل للتجارة في مكة في الليلة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج هذا اليهودي قال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليل مولود؟ قالوا: والله لا نعلم. قال: اسمعوا ماذا أقول، ولد الليلة، ولد الليلة نبي هذه الأمة. تعجب القوم، رجعوا إلى بيوتهم، سألوا، قالوا: ولد غلام لعبد الله بن عبد المطلب. فجاءوا لليهود وأخبروه، خرجوا مع اليهودي إلى بيت آمنة. قال اليهودي: يا آمنة، يا آمنة، أخرجي لنا الغلام، أخرجي لنا الغلام. فأخرجت هذا الغلام صلى عليه الله، صلى عليه الله. قال: فنظر بين كتفيه وإذ بشعارات وهو خاتم النبوة، فأغشي على اليهودي، أغشي على اليهودي، استيقظ. قال: يا معشر قريش، ذهبت النبوة من بني إسرائيل، والله يقسم الراهب ليسطون سطوة هذا الغلام، أي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم خبرها بين المشرق والمغرب صلى عليه الله، صلى عليه الله. عند الحاكم وحسنه إمام الدنيا وشيخ مشايخنا الألباني أن أبا طالب خرج بتجارة إلى الشام، وكان معه أشياخ من قريش، فلما وصلوا إلى الشام وبدأوا يربطون رحالهم، خرج الراهب، راهب وقيل اسمه بحيرة، خرج يتحسس القوم، فلما رأى النبي أخذ بيده، أخذ بيده، قال: يا قوم، هذا الغلام رسول رب العالمين، سيد العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. قال أشياخ من قريش: وما أدراك؟ قال: لما أقبلتم من العقبة، لما أقبلتم من العقبة، ما بقي من شجر
ولا حجر إلا سجد لهذا الغلام، ولا يسجدان إلا لنبي صلى عليه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، اسمع كيف كان صلى عليه الله في صغره، كيف علامات هذه النبوة، مولد النبي، ميلاد للأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت مع حاضنتي في ديار بني سعد، وكنت أنا وابن لها، قال: خرجنا، قال: وإذ بطائران أبيضان كأنهما نسران، قال أحدهما للآخر، في رواية مسلم قال جبريل، إنه كان جبريل، قال أحدهما للآخر: أهو هو؟ أهو هو؟ قال: نعم أهو هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذاي وألقياني على قفاي، قال: فشق صدري، حديث في صحيح مسلم، قال: فشق صدري، قال: وأخرج علقتين سوداوين، ثم قال: هذا حظك من الشيطان. ثم قال للآخر: ائتني بماء وثلج، قال: فغسل جوفي، قال: وجاء بطسط وفيه من ماء زمزم، قال: فغسل قلبي. ثم قال الآخر: ائتني بالسكينة، قال: فنثر السكينة في قلبه. ثم قال: حصه، حصه، أي قال: فحاصه، أي خاطه. يقول أنس: والله والله كنت أرى ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم في صغره يتيما، فقد أمه وأباه، فقد أحضان أمه، وفقد يد أمه، وفقد أحضان أمه، عاش يتيما رسول الله. فديناك بأرواحنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أمه، عاش يتيما صلى عليه الله، قال: فوقف عند قبر أمه، قال: فبكى النبي وأبكى من حوله، قام عمر الفاروق، قال: فديناك بأرواحنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. عاش الرسول يتيما، إمام هذه الأمة، والله لا نجاة لك، لا نجاة لك إلا بحبه وباتباعه. يقول عمر بن الخطاب: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يوما، فقال عمر: يا رسول الله، والله إني لأحبك من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ومن كل شيء. قال عمر: يا رسول الله، والله الآن أنت أحب إلي من نفسي ومن كل شيء. قال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك، لابد أن تقدم محبة النبي على كل شيء في هذه الدنيا، والله لا نجاة لك إلا باتباعه وبحبه. ألا تريد أن يشفع لك؟ ألا تريد أن يشفع لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، قال: آتي عند العرش، اسمع إلى شفاعته لكم، اسمع بالله عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي عند العرش، قال: فأسجد عند العرش، فيقول، فيقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ماذا قال؟ قال: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. انظر إلى رحمة الله الآن، انظر إلى رحمة الله، ربك رحيم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخذت طفلا لها وألصقته في بطنها وأرضعت، قال النبي: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال النبي: يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله وعند العرش.
فقال الله جل في علاه: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي. اسمعوا يا أمة محمد، الله يقول استجابة لطلب الحبيب، استجابة لطلب حبيبه: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ألا تريد أن يشفع لك؟ لا نجاة لك إلا باتباعه وبحبه. ألا تريد أن تشرب من حوضه؟ ألا تريد أن تشرب من حوضه؟ الناس في المحشر في شدة عجيبة، في عطش، وإذ بحوض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: أمتي 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 أمتي، يريدكم على الحوض. يقول النبي ويصف هذا الحوض، اسمع بالله عليك، يقول النبي: ماؤه أبيض من اللبن، وطعمه أطيب من العسل، وريحه أحلى من المسك، عدد آنيته كعدد النجوم، عرضه، أراد أن يصف عرض الحوض. اسمعوا يا أهل الأردن، يا أهل الأردن، يا أهل الشمال والجنوب، يا أهل الأردن، اسمعوا، اسمعوا عن حوض نبيكم. يقول النبي عن عرضه، عن عرض هذا الحوض، قال: وعرضه في صحيح مسلم الحديث، أين؟ في صحيح مسلم، قال: وعرضه كما بين عمان وأيلة، كما بين عمان وأيلة. رواية الترمذي قال: عرضه من عدن إلى عمان البلقاء، إلى عمان البلقاء. هذا في الصحيح، في صحيح مسلم والترمذي. قال النبي: عدد آنيته كعدد النجوم، وعرضه كما بين عمان وأيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشرب منه لم يظمأ. يا رب اجعلنا من الذين يشربون من حوض نبيك. قال النبي: بينما أنا على الحوض، وإذ بأقوام يأتونني، أعرفهم ويعرفونني، يعرفهم بعلامات الوضوء. يا أهل الصلاة، هذه بشرى لكم. قال: فتأتي الملائكة فتردهم، تطردهم عن الحوض. قال النبي: فأقول: إنهم مني. فتقول الملائكة: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. الذين ينادون عن حوضه هم المنافقون والأعراب الذين ارتدوا بعد موته، هم أهل البدع والشركيات والضلال، هم الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله، هم الذين أنكروا الغيبيات، أنكروا الكتاب والسنة، وحرفوا الكتاب والسنة، وأنكروا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الذين ينادون عن الحوض هم الذين أنكروا الغيبيات، أنكروا البرزخ والبعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار. هؤلاء الذين ينادون عن حوضه هم الذين آذوا أزواجه من بعده، هم أصحاب الخزعبلات الكاذبة والكرامات الكاذبة والولايات الكاذبة. لا نجاة لك يا مسلم يا عبد الله إلا باتباعه وبمحبته، ولو كنت من أقدر الناس وأعظم الناس، ولو كنت من آل بيته، فلا نجاة لك إلا باتباعه. خرج النبي على أقاربه، قال: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ينادي النبي على أقاربه: يا بني مناف، يا فاطمة، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا يوجد نسب يوم القيامة، كلنا
في أرض المحشر عراة، عراة لا ينفعنا إلا العمل. ما في فلان وابن فلان والعشيرة لا، فلا أنساب بينهم. عمه أبو طالب، عمه دافع عن النبي ونصر النبي وآوى النبي، دخل عليه النبي وهو في سكرات الموت، قال يا عماه يا عماه يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بك، أحاج لك بها عند ربك، فمات على الكفر. فما نفعه، ما نفعه عمه. فقال النبي عن عمه، لا أنساب بينهم، قال عن عمه في صحيح مسلم: أهون أهل النار عذابه أبو طالب، أهون أهل النار عذابه أبو طالب، منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كلت من قيس ومن عبد مداني. أبو لهب يا رجل، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الجنة وهو من خراسان. أزيد الأمر بيانا بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مولد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد لهذه الأمة. بالله عليكم، وأجب على هذا السؤال في قلبك: هل اشتقت لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل اشتقت؟ هل اشتقت؟ والله اشتقنا. أسأل الله أن لا يحرمنا رؤية حبيبه صلى عليه الله، لا في المنام ولا في الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من رآني في المنام، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق وثابتة في السنة، ولكن أين هذه الرؤيا؟ في المنام، في المنام، وليس كما يدعي بعض القوم أن النبي يخرج من قبره في يوم مولده ويأتي إلى بيوتهم وإلى مساجدهم. أعوذ بالله من هذا القول. بعضهم يقول: أنا أصافح النبي يقظة، وألتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، بل بعضهم قال: ذهبت إلى حجرته وسلمت على رسول الله فأخرج يده من القبر وصافحته. أعوذ بالله من هذا القول. هؤلاء كذب يكذبون على دين الله جل في علاه. النبي مات، هذه احفظوها، النبي مات، مات النبي في قبره صلى الله عليه وسلم، لا ينفع ولا يضر، لا يجوز لك أن تدعوه ولا أن تستغيث به، ولو كان جائزا لفعله الصحابة، لفعله الصحابة. النجاة عند الله باتباعه وبمحبته صلى عليه الله، هذا الذي يريده رسول الله، أن تنشر سنته وأن تذب عن سنته وأن تدافع عن سنته. لا يريد الرقص، لا يريد الغناء، لا يريد الحلوى، ولا يريد ولا يريد ولا يريد، يريد منك أن تتبعه، هذا الذي يريده منك. والله إننا نشتاق لرؤيته صلى عليه الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى البقيع، اشتاق لكم الرسول، اشتاق لكم يا إخوة، والله اشتاق لكم. وقف على المقابر وقال: وددت لو أني رأيت إخواننا. قال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أنتم أصحابي. قال: إخواني أنتم يا من تجلسون في هذا المسجد. قال: إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. فديناك بأرواحنا يا رسول الله، والله إننا نشتاق لرؤيته صلى عليه الله. ميلاد النبي مولد لهذه الأمة،
النبي يا قوم يحبكم، والله يحبكم. وما أجمله من حديث وأكرره دائما وسوف أبقى أكرره. تقول عائشة، هذه بشرى لك يا أمة محمد، عقارب الساعة تمضي وبه أختم، هذه بشرى لكم. تقول عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفس يومه، احفظوها وانقلوها. فقلت يا رسول الله ادعو الله لي. قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وأخرت وما أسرت وما أعلنت. تقول عائشة، من الفرح وقع رأسي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وقع رأسي في حجر النبي. قال النبي يا عائش، يدلعها، أيسرك هذا الدعاء؟ أيسرك هذا الدعاء؟ قلت وما لي لا يسرني. قال يا عائشة، والله والله هذا دعائي لأمتي هذه في كل صلاة صلى الله عليه وسلم. الأمة في ضعف وفي هوان، ولكن النصر لأمة محمد، والعزة والكرامة لأمة محمد بإذن الله جل في علاه. أمة محمد سوف تصلي بالأقصى وندوس رقاب اليهود الغاصبين بإذن الله تعالى. وهذه بشرى من الحبيب. يقول ثوبان، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض، جمع الله الأرض كلها بين يدي النبي. قال النبي يا نساء الشام، يا نساء غزة والأقصى، اسمعا، هذه بشرى لكن. يقول النبي زوى لي الله الأرض، قال أي جمعها، قال حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وملك أمتي أنتم، وملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. اللهم عجل بفرج أمة نبيك محمد، اللهم ارفع عنها الكرب والغم والغلاء، اللهم فرج عن أمة محمد صلى عليه الله. اللهم اجمعنا مع النبي على حوضه، اللهم اجمعنا على حوضه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.